التكافل الاجتماعي مبدأ من أعظم المبادئ وأصل من أعظم الأصول، سواء في الحياة المادية أو في الحياة المعنوية على حد سواء، وهو مبدأ تنهض به العديد من الأدلة وتطلع بها الواجب، واجب التكافل، الأفراد والمجتمع والدولة على حد سواء، ويكون في كل ما فيه خير الإنسان ومصلحته من جهة، وفي كل ما هو خير مشترك من جهة ثانية، وفي كل ما هو خادم للنظام العام أو الصالح العام من جهة ثالثة.